من ليس له إلا الراتب يعتاش عليه. لعنة الإفلاس شملته لينتظر 40 يوماً أو ربما أكثر ليتسلم راتبه. فلا تزال جائحة كورونا متربعة بعموم البلاد، والتي أثرت على الاقتصاد والناس بشكل ملحوظ، ليكون تأخر صرف الرواتب عبئاً آخر يضر بالموظف الذي لا دخل له غير هذا الوارد. طبعاً بعد الأزمة الاقتصادية اللي خلفتها جائحة كورونا، اليوم تجينا أزمة جديدة اللي هي أزمة تأخير الرواتب من قبل الحكومة المركزية. مثل ما تعرفون يعني الكثير من الناس تعتمد بشكل كبير على الرواتب كدخل لها، بظل هذا التأخير راح تكون أزمة اقتصادية كبيرة، يعني تشكل عبء كبير على مدينة الموصل، وأيضا احنا بنفس الوقت البطالة موجودة عندنا وتأخر الرواتب، فهذا الشيء راح يأثر بشكل كبير على الاقتصاد داخل المدينة. اعتماد الأسواق التجارية أكثرها على رواتب الموظفين داخل الموصل وتأخير صرفها ضر بتجارتهم بشكل عام، فالحكومات التي تتسلم زمام الأمور تأتي بآليات فاشلة تضر مصالح الناس، يقول مواطنون. تأخير صرف الرواتب هي آليات حكومية يعني، وللأسف يعني حكومة بعد حكومة تأتي بآليات يعني فاشلة جدا، ما عندها تخطيط بعدي ولا عندها سياسة ممنهجة في كيفية إيصال الراتب، في كيفية إيصال مستحقات الشعب ومستحقات من هم موظفين يعملون لدى الدولة. بالتالي هذا الأمر كله جاي يصب في مضرة وفي إيقاف مصلحة الناس. يعني انت تعرف كثير من الأسواق وكثير من تجارة نينوى ومدينة الموصل على وجه الخصوص هي تعتمد على الرواتب. إعلان مصطفى الكاظمي عن خلو خزينة الدولة وإفلاسها بداية تسنمه السلطة لا يعني ولا يبرر بأن تكون 18 محافظة عراقية ضحية هذا التبرير. فأين واردات النفط؟ أسئلة تنتظر الإجابة من قبل سائليها. بالبداية أول من استلم مصطفى الكاظمي زمام الأمور بالدولة العراقية أعلن أنه خزينة الدولة خاوية، بس هذا مو مبرر أنه اليوم تعيش 18 محافظة تحت هذا العذر أنه خزينة الدولة خاوية. طيب إيرادات البلد وين؟ تصدير النفط وين؟ الموارد اللي تجي للبلد وين؟ المنتجات اللي موجودة داخل البلد وين؟ هذا اليوم كل هاي الأسئلة اليوم نطرحها على طاولة حكومة السيد الكاظمي. تساؤلات تطرح للحكومة العراقية، إلى متى تستمر الأزمات؟ أزمة تلو الأزمة، نريد إجابة تكون بلسما لا أزمة دائمية. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.